الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، الوحدة الثالثة، الدرس الرابع والخامس بعنوان الهيكلية الاجتماعية المادية والسكان. بداية سنتكلم عن الهيكلية الاجتماعية المادية ومن ثم سنتكلم عن السكان. الهيكلية الاجتماعية المادية، أولا القرية، سنأخذ تعريف القرية، هي نظام اجتماعي يضمن الاستقرار في القرية، ضمن الاستقرار في القرية، وأيضا القرية لها صفات وخصائص تختلف عن الناحية والمدينة، تختلف عن الناحية والمدينة، وكما أن القرية تقوم بمهنة أساسية وهي الزراعة وتربية المواشي والدواجن، وقد أنشئت القرى منذ 12,000 سنة قبل الميلاد. هاي القرية هي نظام اجتماعي ضمن استقرار في القرى، أيضا لها صفات وخصائص تختلف عن الناحية والمدينة، والقرية معروفة أنها تهتم بالزراعة وتربية المواشي والدواجن. الناحية، ثانيا الناحية هي أكبر وأوسع من القرية، وأيضا تهتم بأشكال الإنتاج والعلاقات الاجتماعية، هي أكبر وأوسع من القرية، وأيضا تهتم بأشكال الإنتاج والعلاقات الاجتماعية، وتهتم بالحرف والصناعة، تهتم بالحرف والصناعة، وهي متوسطة بين القرية والمدينة. بعد انتهاءنا من الناحية سننتقل إلى المدينة. المدينة هي معروفة في بناء الحضارات، ودائما يعود بها إلى التاريخ، وتعود نشأتها منذ 5500 سنة. المدينة أيضا تعمل بالتجارة والصناعة والإنتاج، وتهتم بالعلاقات الإنتاجية، ودائما يوجد فيها نهوض فكري متطور ومتقدم. وأيضا المدينة لها دور كبير، من حيث الموقع الاستراتيجي. مثال، نستطيع أن نقول أن مدينة أثينا تلعب موقع استراتيجي هام في العالم من الشرق إلى الغرب، تلعب موقع استراتيجي هام من الشرق إلى الغرب. بعد انتهاءنا من الهيكلية الاجتماعية المادية، تحدثنا عن القرية والناحية والمدينة، سننتقل إلى السكان. نعطي تعريف السكان، هي مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة
وعلم السكان يقوم بدراسة التركيب السكاني والزيادة السكانية، تركيب السكاني والزيادة السكانية والعوامل التي تتدخل في التركيب السكاني، وأيضا تدرس الهجرة وأنواعها. وعلم السكان أيضا يدرس الهجرة وأنواعها، هجرة داخلية وخارجية، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هجرة السكان، والعوامل التي تسبب هذه المشاكل. هذه هي من وظائف الذي يقوم بها علم السكان. ومن ثم ننتقل إلى العوامل المؤثرة في عدد السكان. عوامل الطبيعية هي العوامل المناخية والتطاريس والظروف الطبيعية. العوامل البشرية هي عوامل هجرة السكان ونزوحهم طبعا من خلال الحروب. من خلال الحروب يتم هجرة السكان من بلد إلى بلد آخر، تعتبر من العوامل البشرية. الزيادة الطبيعية يعني إيجاد معدلات الفرق بين الولادات والوفيات. إيجاد معدلات الفرق بين الولادات والوفيات. بعد انتهاءنا من العوامل المؤثرة في عدد السكان وتوزيعهم، سنقوم بدراسة الزيادة السكانية. الزيادة السكانية كتعريف هي تزايد عدد السكان وكثافتهم وأيضا تؤدي هذه الزيادة إلى تضخم السكان وأيضا الهجرة إلى خارج وأيضا تؤثر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. الزيادة السكانية لها آثار اقتصادية اجتماعية ثقافية أيضا سياسية، لها آثار كثيرة على السكان. وهنا يصبح تضخم السكان، يصبح كثافة زيادة سكانية طبعا، مما يؤدي إلى الهجرة إلى خارج البلاد لكي يقوموا بالحصول على لقمة العيش، وأيضا بسبب عدم توفر فرص العمل الموجودة في البلد، هذا يؤدي إلى الهجرة إلى خارج البلاد للبحث عن لقمة العيش. طبعا الزيادة السكانية، من أسباب الزيادة السكانية التقدم الصحي الذي تم نشره، أي التخلص من الأمراض التي تواجه السكان. بسبب التقدم الصحي تم التخفيف من الأمراض التي كانت منتشرة في العالم أو منتشرة في السكان الموجودين في بلد ما. التعاون الدولي تم تخليص أو تخلص من المجاعات التي كانت موجودة في البلاد، والتوفر الغذاء
قامت بحماية كثير من البشر. طبعا توفر الغذاء، قامت بحماية كثير من البشر من الموت. العادات والتقاليد الموجودة في بلد ما، عادات التقاليد الموجودة في بلد ما من أسباب الزيادة السكانية، قامت السياسات الدول التي تقدم مخططات لمواجهة المشاكل الموجودة في بلد ما. تم تقديم التقدم الصحي الذي تم نشره للتخلص من الأمراض والأوبئة الموجودة في بلد ما، والتعاون الدولي أيضا، والتوفر الغذاء، والعادات التقاليد الموجودة في بلد ما. بعد انتهائنا من أسباب الزيادة السكانية، سنقوم بدراسة سبل التعامل مع الزيادة السكانية. نشر الوعي الصحي أي تحديد عدد الأطفال والإنجاب. نشر الوعي الصحي عن طريق الوعي الصحي يتم تحديد عدد الأطفال أو مستوى الإنجاب، أي يكون مراكز مخصصة لتنظيم الأسرة بالنسبة للولادات. يجب أن يكون هناك مراكز منظمة لتحديد نسبة الولادات. تنظيم دور البرامج لتوعية الأمهات لكي يحافظوا على تحديد الإنجاب وتحديد مدى تأثير الإنجاب بكثرة على المجتمع. طبعا إنجاب بشكل مستمر أو عدد الأطفال يكون كثيرين هنا يسبب مشاكل موجودة في المجتمع، طبعا لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية موجودة في، على سبيل المثال، موجودة في المنزل مثلا أو في أسرة أو عائلة صغيرة. محاولة إيجاد فرص العمل للحد من البطالة، محاولة إيجاد فرص العمل لحد من البطالة. الانكماش السكاني يعني يوجد انخفاض سكاني في البلاد. طبعا يوجد أسباب نتيجة الهجرة المستمرة للبحث عن العيش والاستقرار. انخفاض السكان في بلاد يعني هجرة مستمرة، وأيضا نتيجة الحروب تم تهجير الشباب، وأيضا حرمان التعليم، المستوى الثقافي أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة. يوجد كثير من الأسباب تم فيها انخفاض السكان، وأيضا نسبة الوفيات. نسبة الوفيات حيث قامت الدول بوضع مخططات أو بنسب إحصائية تحديد الوفيات الموجودة في كل عام، وهذه يؤدي إلى حلول مشكلات كثيرة. طبعا علم السكان بشكل عام، علم السكان تدرس الأسباب المؤدية إلى المشكلة. علم السكان تدرس الأسباب المؤدية إلى مشكلة، أما علم الاجتماع فيبحث عن المشاكل والظواهر الاجتماعية التي تحدث أثناء المشكلة وإيجاد الطرق والعلاج. وهكذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس، سنلتقي في الدرس القادم.